টিভি বাংলা মানবতার সমাধান کو اپنا لے قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے اسلام ہے. اللہ تعالیٰ کا دین ہے کسی انسان کا بنا ہوا دین نہیں ہمیں اللہ کے زندگی گزارنی ہے ہم گھنٹوں فیس بک اور مختلف کھیلوں میں اپنا وقت برباد کر رہے ہیں سب سے بہترین مسلمان کی مثال ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناؤ پتوار کے بغیر ادھوری پنچھی پر کے بغیر نامکمل جسم جان کے بغیر بے معنی اور انسان علم کے بغیر کورا اور ادھورا ہے اسی پیغام کو لے کر تشریف لا رہی ہیں دوسری جماعت کی طالبہ مریم چونا والا ایک مختصر اور جامع خطاب کے لیے جس کا موضوع ہے علم ضرورت زندگی مریم چونا والا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول اللہ رسول الكریم اما بعد مہمان کرامی میں آپ سب کی خدمت میں حدیث سلام پیش کرتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس محفل میں ضرورت علم کے بارے میں دو چار الفاظ گوش گزار کرنا چاہتی ہوں سامین کرام علم آج کی دنیا میں ایسی ضرورت بن چکا ہے جس کا بغیر زندگی گزارنا ناممکن ہے ہماری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم پر اس قدر زور دیا ہے کہ ہر مسلمان پہ علم کا حصول فرض کر دیا ہے ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ تعلیم وہ عمل ہے جس کے ذریعے ہم اپنی روایت کو اپنی اگلی نسل تک پہنچا سکے سامع کرام تعلیم اقدام کی طرح ہماری پورائش کرتی ہے ایک باپ کی رسائی راستے پہ چلنے کی ہماری رہنمائی کرتی ہے بے حیا میں نے کی طرح ہماری رہنمائی کرتی ہے کا ہماری توجہ اب اس تعلیم کی طرح بالکل نہیں ہے تعلیم کے وجہ دوسرے کاموں میں زیادہ اہمیت دیتے ہیں آج کل لوگوں کے پاس پیسے ہیں مگر علم نہیں اسلح علم کی وجہ سے بچوں کو علم کے بجائے قیمتی لباسوں سے پیراستہ کرتے ہیں جس سے ان میں لالچ جیسی بیماری پیدا ہوتی ہے مگر اس جہاں کی پڑی رہ نہیں سکتی ہے کے کان میں سونا کسی کے ہاتھ میں سونا کسی کے کان میں سونا کسی کے ہاتھ میں سونا مجھے سونے سے کیا تعلق میری تعلیم ہی میرا سونا میری تعلیم ہی میرا سونا سامی کرام ہمیں اپنی تعلیم پر توجہ دینا چاہیے تاکہ بڑے بڑے عہدے ہمیں ڈھونڈے کہ ہم اپنی تعلیم سے محروم ہو کے ان عہدوں کے لیے پچھتا ہم جو بھی کہتے ہیں اور جو بھی کرتے ہیں تقریر کی صورت میں نظم کی صورت میں کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علم پر عمل کرنا اگر عمل کر دیا تو کامیاب اگر عمل کر دیا تو کامیاب اگر عمل نہ کیا تو ناکام اب میں اپنی تقریر کو ایک شیر کے ساتھ ختم کرنا چاہتی ہوں بے عمل, ہو بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا دھرتی بنجر ہو تو رنگین خیالات سے کیا ہوتا دھرتی بنجر ہو تو رنگین خیالات سے کیا ہوتا سمعے کرا ہمیں رنگین خیالات کو لے کے بیٹھنا نہیں چاہیے بلکہ ہم اپنی ایڈوکیشن پر زیادہ توجہ دینا چاہیے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ بہن مریم چناوالا تمام مسلمانوں کو علم و کے ساتھ عمل کی توفیق ادا فرمائیں آمین الاخوة والاخوات الحياة زينة المرأة الصالحة وبه يزداد ايمان المؤمن وتسمو اخلاقه وهو يكون محبوبا بين اسرته ومجموعته وبالحياه يكون المؤمن في الهدوء والطمانينه ولبيان اهميه الحياه في الاسلام ادعو امامكم الاخت ايمن انصاري الطالبه في الصف الثالث الابتدائي ايمن انصاري ولدت في السادس من شهر اغسطس سنه 2005 فعمرها الان حوالي ثمانية سنوات وهي كريمه خلقا حليمه طبعا لطيفه صوتا تساعد زميلاتها في الفصل هوايتها القراءه والرسم والتلوين وغير ذلك كما انها تحترم الاساتذه والمعلمات وتواظب على مسؤولياتها وهي تتمنى ان تكون داعيه في المستقبل وهي متاسيه باسوه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تقرا سيرته وتحاول باتباع جواب بحياته صلى الله عليه وسلم ورسالتها الى الجميع انه يجب على كل مسلم السمع والطاعه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولولاه الامور المسلمين في المعروف للنجاح في هذه الدنيا والسعاده في الاخره فهيا نستمع الى كلمه الاخ ايمن انصاري وعنوان كلماتها الحياء من الإيمان أيمن أنصاري. نحمد ونسلي على رسوله الكريم أما بعد، وأني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد أن ألقي أمامكم كلمات حول موضوع. الحياء من الإيمان، أيها المسلمون، لقد دعا الإسلام إلى مكارم الأخلاق، وأمرنا بأن نتحلى بالأخلاق الفاضلة، كي ننال بذلك السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة، ومن هذه الأخلاق التي أرشدنا إليها الإسلام، خلق الحياء، فالحياء هو خلق الإسلام، وهو مقترن بالأخلاق. وقد جاء ذكرها معا فما هو الهياء؟ وكيف دعا الإسلام إليه وكيف نحققه إخواني في الله حقيقة الحياء هو خلق يبعث ولا ترق به ويمنعه من التقصير في حق ذي الحق إن شأن الحياء في إسلام عظيم فهي حسن الفرد والأسرة والمجتمع وقد حث ديننا الحنيف على الخلق الحسن، واعتبره من أثقل الأشياء في ميزان الأبد يوم القيامة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، "ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله لا يبغض الفاحش البذيء". رواه الترمذي رقم الحديث اثنان وألفان. والحياء شعبة من شعب الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان بز وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة العذاب الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، رواه مسلم رقم الحديث خمسة وثلاثون، والحياء زينة الأخلاق، يرفع من شأن صاحبهم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لا في شيء إلا زانا رواه الترمذي رقم الحديث أربعة وسبعون وتسعمية بعد ألف والحياء كله خير ولا يأتي إلا بخير في أمور الدين والدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير رواه مسلم رقم الحديث سبعة وثلاثون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الهياء خير كل رواه مسلم رقم الحديث سبعة وثلاثون أيها المسلمون والهياء مرتبط بالإيمان فمن نقص هياءه لم يكمل إيمانه وهو سياج منيء من الوقوع في المعاصي والمهرمات وهو علامة هياة القلب لان اقتراف القبائل والمنكرات يذهب الهياء ويدل على موت القلب فعن ابي مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تسته فاثنى ما شئت رواه البخاري رقم الحديث عشرون ومية بعد خمسه وعشرين الفا أيها المؤمنون، إن الحياء له درجات يأخذ بعضها ببعض، فينبغي أن يكون حياء الإنسان من ربه ثم من الناس، وأما حياءه من الله تعالى فيكون بفعل المعمورات، واجتناب المحظورات، والبعد عن المحرمات، وحفظ الجوارح، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذات يوم استحي من الله حق الحياة قال قلنا يا رسول الله إنا لنستحي والحمد لله قال ليس ذاك ولكن الاستحياء من الله حق الحياة أن تحفظ البطن وما وعاه وتتذكر الموت والبلا ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استهياء من الله حق الحياة رواه الترمذي رقم الحديث ثمانية وسبعون وأربعمية بعد ألفين ومقتضيات الأياء من الله تعالى أن نستخدم نعمه التي أنعم بها علينا فيما يحب ويرضى ومن هذه النعم الكثيرة نعمة الصحة والفراغ فوقت الإنسان هو وعمره وعليه أن يستثمر هذا الوقت في بناء جسمي وتثقيف عقلي وخاصة أن نشي الصغار وكيف لا نستهي من الله وحقه علينا عظيم نحن نأكل من خيره ونعيش على الأرض ونستزل بسماه فهو حق أن منه فلا يقصر في طاعته ولا في شكر نعمته وإذا كان أحدنا يخجل من الإساءة لم أن أزدى إليه نعمة صغيرة وكيف لا يستعظم تقصيره في حق ربه الذي تغمره ۚ اللَّهُ কোরআন করিম হেদায় আল কোরআন করিম থেকে হেদায়ত নিতে চাইলে আপনি অবশ্যই হেদায় পাবেন যদি আল কোরআন থেকে যারা হেদায়ত পেয়েছে তাদেরকেই আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেন আসুন আল কোরআন থেকে হেদায়ত লাভ করার জন্য দেখুন আমার অনুষ্ঠান ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা শুধুমাত্র পি টিভি বাংলায় জানুন সেই মৌলিক নীতিমালা যার মাধ্যমে বোঝা সহজ হয়ে যায় ইসলামের শিক্ষা ও তারও সাধারণ উদাহরণ আজ রাত দশটায় পুনঃ সম্প্রচার সকাল সাড়ে আটটায় বাংলাদেশে বিস টিভি বাংলায় East TV presents What do you have to say about Learning the wise way What would you recommend us to take as career? After we pass our school, so what exactly we should do? What do you have to say about pursuing two fields together? Ideas brilliant Strategies sustained The best profession is a profession of a person who invites people to Allah last wa Ta'ala.

এই ইসলামী পথ ধরে চলে দুলুম আর বকিল এই দুটো জিনিস মানুষকে দিয়ে অনেক করাপশন করিয়েছে তুমি আল্লাহ পছন্দ করে বেশি বকিল না হওয়া বেশি খরচ না করে শেখ গবদুল কাইয়ো তাহলে মানুষ হালা যাবে যদি মানুষ শুধু মনের কথাই চলে মনকে কন্ট্রোল করতে হবে শরিয়র তাজকে এত নস্ক করে করে ঠিক করতে হবে যে শুদ্ধ হৃদয়ে ইসলামের পথে চলে এভাবে মানুষের জীবনের মধ্যে ইনসাফ কায়ন করতে ইনসাফ قائم করাতেকে আল্লাহ তাআলা খুবই পছন্দ করেন ঈমান কি না দেখে আল্লাহর ভয় উপলব্ধি করা এটাই তো আসল ঈমান এটাই আসল তাকওয়া বলুন শুধু আল্লাহ তালার উপর ভরসা কেননা আল্লাহ তালা সবার উপর রক্ষাকারী দেখুন আল্লাহ তাআলা সবার উপর রক্ষাকারী আজ সন্ধ্যা 6:30 টায় বাপুনর সম্প্রচার দুপুর সাড়ে টায় বাংলাদেশে পিএস টিভি বাংলায় بكف لسانه عن فحش القول وحفظ مروتي وسمعتي عن كل ما يكل بها كالبعد عن الأذى وترك المجاهرة بالقبيح ومخاطبة الناس بألفاظ بذيئة وأدم التعدب مع من يكبره أو يعلمه وهذا كله مما يقضى في مروتي ويسيء إلى سمعتي ويذهب بهيائه قال الفصيل بن عياز رحمه الله القسوة في القلب وجمود العين وقلة الحياة إخواني وأخواتي في الله تعالوا نشاهد بعض الصور المثالية للحياة عند الصحابة وهذا هو صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه يقول وهو يخطب الناس يا معشر المسلمين استحيوا من الله فوالذي نفسي بيده لأظل حين أذهب الغائطة متقنيا بثوب استحياء من ربي عز وجل وهذا هو فاروق الأمة عمر رضي الله عنه يقول من قل حياه قل ورعه ومن قل ورعه مات قلبه وها هو الثالث الخليفة الراشد الذي تستي منه الملائكة الرحمن عثمان رضي الله عنه قالت فيه عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجعا في بيتي كاشفا عن فقيديه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الهالي فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فدخل فتحدث فلما خرج قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تحتش له ولم تباله ثم دخل عمر فلم تحتش له ولم تباله ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابكم فقال ألا أستهي من رجل تستهي منه الملائكة أين نحن من هؤلاء الرجال الأطهار؟ وهذه صديقه بنت الصديق زوجة الصادق والمصدوق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهيا ويعجز يعجز القلم عن وصفه فتقول كنت أدخل البيت الذي دفينا فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي رضي الله عنه واضية ثوبين فلما دو فينا فأقول: إنما هو زوجي وأبي. فلما دفين أُمر رضي الله عنه، والله ما دخلته إلا مشدودة علي ثيابي هياء من أُمر رضي الله عنه. رواه أحمد رقم الحديث ثمانية عشر وخمس وعشرين ألفا. أين أمهاتنا وقواتنا وأين الحياء؟ ونساء الأسر؟ لا يستهين من الفضل عن الأموات وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تستهي من دخول بيتها بعدما دفن عمر رضي الله عنه ولكن اليوم مع الأسف الشديد أكثرهن يخرجن من البيت متبرجات متكشفات كاسيات آريات مائلات مميلات واني واخواتي في الله إن الحياة الذي يتطلب منا الإسلام لا يتحقق إلا بأمور أذكر أمامكم بعضا منها أولا تجديد الإيمان بالله سبحانه وتعالى في القلب فإن الحياة ثمرة الإيمان وهو شعبة من شعب الإيمان فتجديد الإيمان يقوي الحياة من رب سبحانه وتعالى والإيمان يقوى ويسعو ويزيد وينقص ويقوى بالطاعة ويصف بالمعصية ثانيا المحافظة على الصلوات الخمس من أعظم الوسائل التي تقوي بحالها يا من الله سبحانه وتعالى قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفاشة والمنكر سورة الأنكبوت رقم السورة 29 والآية خمسة ثالثا الاكثار من النظر دوما إلى القدوة الطيبة والمثل الأعلى بالحياة إنه المصطفى صلى الله عليه وسلم فأدم النظر في سيرته وأقواله وأفعاله فإنه كان على أعظم مراتب الحياة رابعا مجالسة الصالحين ومصاحبتهم ورؤيتهم والاستماع منهم والاستمداد من حياتهم والمجانبة عن قرناء السوء والاجتناب عن البيئة الفاسدة التي تصد الناس عن الخلق الحسن وفي الأخير أقول اللهم حسن أخلاقنا واصرف عنا سيئاتنا اللهم جملنا بالحياة برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله. خطيبة رائعة وخطبة بارعة بارك الله في علمها وزادها حياء وإيمانا وجعلها قرة عين لوالديها آمين شامين الكرام. اب ہمارے سامنے ایک اہم موضوع ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ایک مثالی خاتون جس پر روشنی ڈالیں گی بہن زولیخا زولیخا آئیس میں چوتھی جماعت کی طالبہ ہیں نو اگست دو ہزار چار میں پیدا ہوئی آپ کی عمر نو سال دس مہینے ہے زلیخا بڑی ہی خاکسار اور اپنے ساتھی و نیز گھر والوں کی بہت ہی متعاون اور مددگار بھی ہے انہوں نے انگلش تقریر عربی خوشخطی اور دعا وغیرہ میں امتیازی سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے کتابیں پڑھنا رنگ بھرنا اور کھیلنا ان کا بہترین مشغلہ ہے دائی دین بن کر خدمت دین کا فریضہ انجام دینا چاہتی ہیں آپ اساتذہ اور معلمات سے بے حد متاثر ہیں اور سامعین کو یہ پیغام دینا چاہتی ہیں کہ اللہ کے احکامات پر عمل کر کے ہی إزت و سر بلنده مل سكتية زلائخة أنساري نحمد و نصلي على رسول الكريم أما بعد خواتير أزرار السلام عليكم و رحمة الله و بركاته آج کے اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ ایک مثالی خاتون خواتین حضرات اس دنیا میں بہت سی چیزوں کو دوسری چیزوں پر فضیلت حاصل ہے جیسے جمعہ کے دن کو پا کے دنوں پر ماہ رمضان کو باقی مہینوں پر اسی طرح کائنات میں بہت سے انسان ایسے ہیں جن کو تمام انسانوں پر فضیلت حاصل ہے جسے نبیوں کو گیر نبیوں پر اور نبیوں میں نبیوں کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں پر فضیلت حاصل ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پر فضیلت حاصل ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی دوسری تمام عورتوں پر فضیلت حاصل ہے انہیں محاد المؤمنین مؤمنوں کی ماں کہا جاتا ہے آج کی تقریر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی فضائل و خدمات کو جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تاکہ امت کی خواتین انہوں نے اپنے لیے نمونہ بنائیں اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل ہماری کچھ مائیں بہنیں فلمی ہیروینوں کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ مان رہی ہیں ہمارے لئے آئیڈیل اور نمونہ امہات المؤمنین مؤمنوں کی ماں ہیں صرف صالحین ہی کی عورتیں ہیں نیکی کی طرف بلانے والی عورتیں ہیں برائی کی طرف بلانے والی عورتیں ہماری ماں بہنوں کے لئے نمونہ نہیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا لقب تاہرہ تھا اور ان کنیت تھی آپ قبیلہ قریش میں سے بنیا ستھ تھی آپ کے والد کا نام والد بن اسد تھا اور آپ کے والدہ کا نام فاطمہ تھا آپ کے والد عرب کے ایک مشہور تاجر تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ واقعی فیل سے پندرہ سال پہلے پیدا ہوئی خواتین حضرات حضرت, حضرت خدیجہ رضی اللہ کے اندر امانت سخاوت اور حیات جیسی بے شمار خوبیاں تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ اپنے باپ کی طرح ایک کامیاب تاجرہ تجارت کرنے والی عورت تھی عورت گھر سے تجارت کر سکتی ہے باپ کے مرنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کاروبار سنبھال لیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنا سامان اجرت پر دیا کرتی تھی وہ امانت دار شخص کی تلاش میں تھی یہ وہ دور تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کا بڑا چرچا تھا لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امین امانت دار السادق سچاہ کہہ کر پکارا کر دے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجوایا کہ آپ سمانے تجارت کو شام سے علیہ کر جائیں ڈبل دگنا اجر ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا سامان شام لے کر گئے بڑا فائدہ ہوا راہب والا واقعہ پیش آیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے قریش کا ہر شخص خادی کا خواہش من تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمان داری کی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نکاح کا پیغام بھیجوایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا ধর্মত্ত্বের কোষ্টি পাথর সুরা ইকলাস হলো ধর্মতত্ত্বের কোষ্টি পাথর ধর্মতত্ত্ব মানে হলো ঈশ্বর সম্পর্কে জানা সুরা ইকলাস হলো লিটমাস টেস্ট ঈশ্বরকে জানার জন্য এটি পবিত্র কোরআনের একশো বারো নম্বর সুরা আয়াত নম্বর এক থেকে চার আহাদ বলো তিনি আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয় আল্লাহ হুসামাদ আল্লাহ চিরস্থায়ী এবং কারো মুখাপেক্ষী নন লামে আলেদ পলাম ইউলাদ তিনি কাউকে জন্ম দেননি কখনো জন্ম নেননি ওয়ালামিয়া কুফান আহাদ এবং তার সমতুল্য আর কোন উল্লেখ করা আছে ছয় নম্বর খন্ডে কিতাবুল ফাজ কোরআন অধ্যায় নম্বর তিরিশ হাদিস নম্বর পাঁচশো তেত্রিশ নবজি সাল্লি সাল্লাম বলেছেন পবিত্র কোরআনে